الاسلام اجيلك. يعني انت مشاركتك مع منتخب مصر طبعا تاريخ طويل وعريض، بس انت حابب تقول حاجه عن المشاركه دي؟ اه طبعا الحمد لله. الواحد طبعا بعد تفكير كبير، انا بقالي 14 سنه في المنتخب الاول، الحمد لله لعبت بطولات كتير منهم 6 كاس عالم والاولمبيات وافريقيا كتير. طبعا فكرت كتير قبل ما اخد القرار، بس يعني انا شايف ان ده احسن قرار في الوقت ده. قررت طبعا الاعتزال الدولي الحمد لله، واكتفي يعني بالفتره اللي انا قضيتها الحمد لله. يعني ده قرارك يا كابتن، الاعتزال اللعب الدولي، يعني ان شاء الله هتكون مع النادي الاهلي ولكن مع المنتخبات، ده قرارك ويحترم. طب ايه الاسباب يا كابتن؟ والله بص، انا عندي يعني هم 4 اسباب، انا مش هقول غير 2 منهم، الاثنين التانيين انا هحتفظ بيهم يعني للذكرى. طبعا كل الحريه والاحترام. اول سبب، انا شايف ان بقالي فتره كبيره انت على طول معسكرات، على طول يعني انا كنت مقصر طبعا مع اسرتي، فانا شايف ان انا محتاج محتاج ان انا ابقى معاهم الفتره دي. تاني سبب، ان انا بشوف ان انت لما تيجي تعتزل اعتزل وانت في عز مستواك، مش ان انت تبقى محتاج ان انت خلاص انت مش قادر فتعتزل. انا شايف ان ده الفتره يعني احسن حل ليا في الفتره دي، ان انا الحمد لله الواحد لسه في عز مستواه، ان هو يعتزل دلوقتي ما استناش ان انا اقع في مستواه. فيعني ده السبب التاني. السببين التانيين يلا بعدين خليهم لنفسي. بس خليني اقول لك كابتن ان ده مفاجاه ليا انا شخصيا الحقيقه. انت لاعب كبير وادائك اداء يؤهلك للعب سنين كبيره، يمكن كره اليد شفنا 36 و37 سنه، ده مفاجاه كبيره جدا لينا، ولكن قرارك ويحترم. انت لاعب كبير وادرى جيدا بما تحتاجه الفتره القادمه، ولكن اتمنى ليك ان شاء الله التوفيق اكيد في القادم. يا رب ان شاء الله.